السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. أصيب 5 أشخاص بجروح جراء إطلاق النار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في مدينة تورونتو الكندية. أفاد المتحدث باسم شرطة تورونتو ديفيد ريدزيك في تصريح للصحفيين أن الحادث وقع في مسجد أبو بكر الصديق في منطقة سكاربورو، وأوضح ريدزيك أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء هجوم مسلح قام به شخص على مجموعة أشخاص من سيارة على المصلين الذين خرجوا من صلاة التراويح مساء يوم السبت. وأضاف: لا توجد معلومات تشير إلى تورط الجرحى في أي حادث من شأنه أن يسبب العداء ضدهم. وأضاف ريدزيك أن جروح المصابين ليست خطيرة، حيث غادر 3 منهم المستشفى في حين لا يزال 2 منهم يخضعان للعلاج. من جهته قال نديم شيخ عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو التي يرتبط بها المسجد: قال: أنا حزين وقلق حقا، تم إطلاق النار على 5 من إخواننا، نطالب العثور على المهاجمين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن. نتابع مع مشاهدينا الكرام هذا العرض حول حادثة تورونتو الكندية التي حدثت مساء أمس السبت. نتابع.